السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعلمكم ازاي نعمل بديل الكريمة اللباني اللي بنستخدمها في حاجات كتير جدا جدا. هي طبعا الكريمة اللباني دي ليها طريقة مخصوصة بتتعمل، وان شاء الله هعملها في فيديو تاني، بس دوت البديل بتاعها. يعني ممكن نستخدمها نضربها ونعملها في الحلويات مع سكر بودر، وممكن نستخدمها في اي شوربة او اي حاجات من ديت يكون فيها كريمة لباني، ده البديل. لكن الكريمة اللباني الأصلية هنعملها إن شاء الله في فيديو جديد. يلا معانا، ده قشطة أي كمية عندك طبعا، وده مكعبات تلج، أو لو عندك أي تلج مكسرة تمام هتاخدي منه على قد الكمية دي. وإحنا هنا هنستخدم الخلاط، هنحط القشطة في الخلاط. وخدوا بالكم يا جماعة ان احنا لما هنيجي نحط القشطة ليها درجة ضرب معينة علشان ما تتحولش مننا زبدة. واحنا كمان ان شاء الله هنعمل معاكم طريقة الزبدة مرة تانية، بس النهاردة بناخد بديل الكريمة اللباني. هنحط مكعبين، ولو احتاجنا او هنحط التلاتة لان يدوبك الكمية. وهنضرب مع بعض وهوريكم القوام اللي احنا محتاجينه. هنضرب الضرب المتقطع، مش هنضرب اللي هو المتواصل. وطبعا يا جماعة نظرا لدوشة الخلاط انا هضرب وهرجع لكم تاني. وهي في الاول هتكون هتحسوا ان هي سايلة جدا، لا دي هي هتسيل وبعد كده هترجع تربط. بصوا هي كده سايلة خالص ازاي، ما تخافوش هي هترجع تربط مننا، لان هي في الاول بتسيل من التلج وبعد كده هتربط. بصوا يا جماعة احنا بنفضل نضرب فيها لمدة دقيقتين متقطع، فهي بتفضل سايلة وبعد شوية هتربط، يعني دقيقتين الضرب المتقطع. وطبعا المفروض ان احسن نبقى القشطة طبعا متجمدة نص تجميدة، وهي كده اتضربت. والله يا جماعة لو تشموا ريحتها وتدوقوا طعمها فعلا فعلا كريمة لباني اصلي وانضف فعلا من اللي بنجيبها من برة. وان شاء الله انا هوريكم ازاي. بصوا تقلها اهو، هي بتبقى كده بالظبط، لو جبتوها من اي مكان هي ده تقلها بالظبط. وكمان يا جماعة يعني بجد طبيعية جدا واصلية جدا، وانا ان شاء الله هعلمكم طريقتها الاصلية بتتعمل ازاي، لان انا كمان عملتها لان هعمل بيها لانشون الفراخ زي الحلواني. ان شاء الله بالظبط يعجبكم، وان شاء الله تجربوا الكريمة اللباني البديل. البديل يا جماعة ده بديل الكريمة اللباني اللي هي طريقة مخصصة، وان شاء الله هعلمها لكم. والسلام عليكم ورحمة الله. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لنا اشتراك واعملوا لنا اعجاب للفيديو، واي جديد ان شاء الله انتظروه مننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.